الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الحديث يبين أولا أفضلية ومكانة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ناصح لأمته، ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذر أمته منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته ويحب لهم الخير ويدلهم على الخير ويريد لهم السعادة الأبدية في الدارين، في الدنيا والآخرة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى الحليف، إلى الحلف والحليف، أن يحلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن للتأكيد: والله إني لأحبك. والحب في الله عز وجل له مكانة عظيمة ودرجة عالية. كل حب مبني على أساس من الدنيا فهو هاو لا يستمر ولا يستقيم ولا يثاب عليه، بل يعاقب عليه صاحبه. ومن أحب لله عز وجل وكان حبه لله ينفع في الدنيا وفي الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمحبة على الطمع وعلى المعاصي والذنوب نقمة يعود عليهما يعني المحبين يوم القيامة. ولذلك في شأن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: والله إني لأحبك، لا تدعنا. أنت تحب شخصا فتدله على الخير، كتدله على الخير وتوريه الخير. لا تدعنا أي لا تتركنا دبورة عقبة بعد الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة، تقول هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتي. فالدعاء من الله عز وجل باب واسع، فمن ولجه ودخله لا شك أنه دخل إلى النجاة والفوز، ودخل إلى الذي يملك الجنة والنار وهو الله عز وجل. فقال سبحانه: أدعوني أستجب لكم. فأنت تدعو الله في كل أمور حياتك. أنت بحاجة إلى الدنيا، قل يا الله. أنت مريض، قل يا الله. مسافر، قل يا الله. عندك مشكل، قل يا الله. عندك حاجة عند الآخر، قل يا الله. على فراش الموت، قل يا الله. دائما قل يا الله وادعوه، فالله يستجيب لك. الله لا يخيب عبده، من رفع يديه إلى السماء الله لا يردهما
صفرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخيب عبده ما دام هذا العبد مقبل على الله عز وجل باليقين وبالشروط، شروط الدعاء. فأنت بحاجة إلى العون، والله هو خير المعين، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم أعني على ذكرك. فالذكر قيمته عالية، طاعة مكانته في النفوس الطيبين الطاهرين عالية، لأنه دائما له العلاقة مع الله عز وجل ومع السماء. كاين اللي عنده دائما العلاقة مع الله ودائما يشوف السماء، دائما يتعلق بالسماء أي بالله عز وجل، وهناك من له نفوس خبيثة تعلقه بالأرض بشهوات الأرض، كما أخبر الله عز وجل عن اللي كان في عهد سيدنا موسى عليه السلام، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا عنده دعاء، عنده شي حاجة باش يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولو شئنا لرفعناه بها، تعلق بالسماء، ولكنه أخلد إلى الأرض، أبغى الشهوات، أبغى المعاصي، أبغى الدنيا، أبغى المال، أبغى الذهب، أبغى الدنيا، أخلد إلى الأرض واتبع هوى. لأن الذي يخلد إلى الأرض ما كيتبع الشرع، كيتبع الهوى، يتبع النفس. فمثله الله عز وجل شبهه بهذا المثال، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهذا واتركه يلهث. الكلب دائما فتح الفم دياله، دائما خرج مخرج اللسان دياله في كل الأحوال، إن تحمل عليه الهذا واتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتهم وأنفسهم كانوا يظلمون. إذن أنت تعلق بالله عز وجل، وما يمكن الإنسان أن يسلم. مش حم واحد يعبد الله ويطيع ويذكر الله وكذا، ولكن واحد النهار يتقلب ويتغير، أودي مشي هذا هو فلان اللي كان يصلي، اللي كان يعبد الله، اللي كان عنده الحياة، عنده كذا، واليوم تغير ماله، ما هو بدل القلوب. مثلا كان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ثبت قلبي على دينك. ولذلك أمرنا أن ندعو الله عز وجل في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي ثبتنا ودلنا على الصراط المستقيم. لأن الله كما قال الله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأنت دائما تطلب الثبات من الله، الثبات من الله تبارك وتعالى. ما تقولش أنا غادي نكون ثابت، لا لا لا، الشيطان ما يلعبش عليا، النفس ما تلعبش عليا، الدنيا ما تلعبش عليا. مش حام واحد قالها غيروك فانحرف وزلت به القدم والعياذ بالله وكان من الخاسرين. النبي صلى الله عليه وسلم كيعلمنا كيقول يا معاذ قل اللهم أعني على ذكرك، تكون عندي واحد الإعانة، واحد العون، واحد القوة، لأنك المثبتات كثيرة في الدنيا، أولادك، بناتك، زوجة ديالك، كل واحد. واحد الأخ جاء عندي قال لي بغيت نعطي واحد الدار في سبيل الله، ولكن أولادي قالوا لي إلا أعطيتك الدار في سبيل الله مع السلامة، ما تشوفنا ما نشوفوك. ناو إن الله عز وجل يقول من زواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. ناو إن من زواجكم وأولادكم عدو لكم، بغى يدير الخير ولكن أولاده ما خلاوش. إذن من إما من نفسك المثبت، من نفسك، وإما من أولادك، وإما من أصدقائك، وإما من المحيط اللي كتعيش فيه، تبغي تدير الخير. مش حا واحد يقول لك ندير، بغيت ندير الخير ولكن ما نقدرش.
واحد قال لي بغيت عندي الجار نبغي نعطيه الماكله ونعطيه كذا دائما، ولكن نخاف يمرض ولا توقع له شي حاجه يقول له درت لنا شي حاجه في الماكله مثلا. فهذا من المثبطات. اذا دائما دعي الله عز وجل يعينك يقويك على العباده، يقويك على الطاعه، يقويك على الانفاق في سبيل الله، على الكرم، على الصلح، على الصلاح. كل هذا تدعي الله عز وجل باش يعينك ويقويك. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كيعلم معاذ قل اللهم اعني على ذكرك، دائما ذكرك يا ربي ما نغفلش عليك، وشكرك نشكرك على النعم ديالك، نعم الله كثيره انت شكر الله. دائما الانسان يفكر فين كنت وفين وليت، فين وضعني الله وفين كنت. مش حال واحد بحالك راه بحاجه الى ما انت فيه من نعمه، من نعمه. لذلك يقولوا شي واحد كان يبكي في وقت المجاعه، في وقت ما عندوش النعايل يبكي راني نتمشى بالحفه، هو كيبكي وشاف شي واحد بلا رجلين وتوقف. انا نبكي على النعيل وهذا ما عندوش رجلين، يعني شكون اللي يبكي؟ هو هذاك راه عادي وانا ما عنديش نعيل ونبكي. فنحمد الله ونشكر على هذه النعمه اللي راني فيها، كانت مشي على رجليا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كيعلم معاذ اللهم اعني على ذكرك وشكرك، دائما نشكر الله عز وجل. لان الا ما شكرتش الله غادي تعرض ذيك النعمه للزوال. قيدوا النعم بالشكر، لا ان شكرتم لازيدنكم. ها هو العمليه بحال الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي شحال؟ زوج، اثنين. اذا شكر الله يزيد لك، وإلا ما شكرتوش صافي ما غادي يقدر يتعرضها للزوال. دائما نشكر الانسان، شكر الله ماشي غير على الفلوس، كاين على الفلوس لا، الصحه راه فلوس ولا لا، البصر فلوس ولا اكثر من الفلوس؟ اكثر من الفلوس، من المال. انت عندك نعم الله كثير، مدة من الزمن وانت تاكل وتشرب وتمشي للمسجد وتحوس وتخدم وتسافر وتشوف الاحباب وتشوف الاصدقاء وتعبر وكذا، مدة 30 40 50 عام 60 عام، هذه ماشي نعمة؟ شي واحد تلقى بصاحبه وقال له كيف حالك؟ اودي قال له ما رانيش في حالة. اشنو خصك؟ قال له خصني الفلوس، ما عنديش. قال له شحال خصك؟ قال له ها قلت لك إذا قلت لك خصني قدا وقدا واش غادي تعطي لي شي حاجة؟ قال لي غيقول، قال لي خصني واحد 500 مليون. قال له موجودة، غدا نفوت عليك ونمشيو عند السيد اللي يعطيها لك إلا بغيت. إوا قال له كان لقيتها لروحك. قال له نتكلم معك بصدق وصراحة. قال له بسم الله. غدا فات عليه وداه لواحد، قدام واحد الفيلا كالقصر. جالس على الكرسي قال السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له السيد انا جبته لك. قال له مرحبا، واش تفهمت معه؟ قال له تفهمت معه، انت خصك تفهم معه انت. قال له ما فهمت انا والو. قال له السيد كيقول لك الا بغيت تعطي لي الكلوه ديالك نعطيك 500 مليون. اذا اعطيتني الكلى نعطيك 500 مليون. ايوا قال له تعطي له الكليه ديال خصو واحد الكلوه على الكلى. قال له ولو بملء الدنيا وبما فيها ما نقدرش. ايوا قال له اذا انت غني من الاغنياء، انت غني من الاغنياء. شي واحد كما جاء في الحديث والله اعلم بسنده، فيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه فقير. قال له ألك زوجات تأوي إليها؟ قال نعم. ألك بيت تسكنه؟ قال نعم. قال إذن أنت غني
قالوا وأكثر من ذلك عندي الخادمة في الدار الأمة. قالوا إذن أنت مالك، ما بقيتش غير غني، أنت مالك، عندك الزوجة وعندك الدار وعندك الأمة، فأنت مالك. الشكر، شكر نعمة الله عز وجل، ماشي غير الشكر غير الأفراد، لا كلش، القرى، المدن، الجهات، الوطن كامل، الأمم، الدول. شوفوا مش حال من دولة كانت تزدهر، ربما ما شكرتش الله. أول كان الحروب والفتن، فواحد جهة ديالنا هنا في هذه الجهة، هذه واحد سنة ولا سنتين، فكانوا في المنتوج نتاع البرتقال، قالوا بقاو نديروا الحفل. شنو هو الحفل؟ الغناء والمعاصي والذنوب. قالوا كل سنة لما نكملوا قطف جنية الثمار، ثمار البرتقال، إذن نديروا الحفل. باش الحفل غادي يديروا؟ بما يغضب الله، بما يسخط الله. علاش ما تجمعوش الفلوس نصدقوا على الفقراء والمساكين والمحتاجين والأراميل، ونجمعوا احنا الأغنياء وحنا الفلاحة، ونبنيوا للناس ديور وكذا. لا نروح نجيبوا الشيخات، نجيبوا اللي يغنينا. داروها السنة المقبلة ولا بزوج درهم، هذه السنة غادي نشوفوا ولا بدرهم، ما يبقاو يصدروا، ما بقاو كذا. وانتبهوا، عرفوا بأنه منين جا، بغيتوا تشكروا الله، بغيتوا تعصيه، انا غادي ناخذ حقي، ولا نيبس عليكم كل شيء، كما اخبر الله عز وجل عن اهل سبا. سبا كان عندهم واحد السد في اليمن، عندهم واحد السد، براج، الماء في كل مكان، الثمار، فواكه، الحبوب، الخضار، النبات، كل شيء، كل شيء، المواشي. كان الرجل يرفد واحد السلة يديرها على راسه، يدخل الحديقة، لما يخرج تكون عامرة، ما يلقدش، غير بقى تطيح خيرات. شنو بقاو يديروا؟ المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب، المعاصي والذنوب. بقاو ينصحوا، ما بغاوش ينتصحوا، والله عز وجل يسلط على ذاك السد، غير الطبات وكذا بقاو يقرضوا ذاك، يهرسوا ذاك السد، نهار السد ونهار على البلاد، ودا كل شيء، حتى التربة داها، تراب أخذه وجرفه، أبقى غير الحجر، الصلد، ولا خلى لهم الحنظل والأثل والسدر، النبق شوية ياكلوا النبق. الله عز وجل قال: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. صلى الله عليه وسلم. إذن الشكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: قل بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن الذكر والشكر ماشي غير باللسان، الذكر لا، بكل جوارح، بكل جوارح، ماشي الذكر الواحد اللي يشد السبحة لا إله إلا الله، الناس السبحة ما خصهاش نشدوها، بعض الناس يديرها في العنق ولا شدها باليد قدام الناس، لا، السبحة إلا بغيت تسبح فيها ما تعتقدش أنها مأمور بها، ثانيا ما تنويش بأنها فيها البركة، ثالثا أنك تسبح وتديرها تحت جلابة ولا تحت، يعني تدسها، ما تبينهاش للناس حتى لا يدخل الرياء للناس. تسبح الله عز وجل وتستغفر الله.
إذن اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن عبادتك شو هي حسن العبادة؟ كين كل حاجة فيها الحسن، كين حسن القول وقولوا للناس حسنا، كين الكلام اللي فيه الحسن جمال، وكين الكلام العادي، وكين الكلام اللي قبيح. أو خد تكلم مع الإنسان ولا لا؟ شي واحد شوفه غير عادي، واحد تقول له مثلا تدعيه للدار، تقول له واحد بالكلام الطيب الله يجازك بخير، فشرفنا هذه الليلة عندنا، جلس معنا شوية، وإلى جيت عندنا وهذا يشرفنا، هذا يسميه حسن القول، كلام طيب، كلام طيب. الكلام العادي هتقول له الله يخليك روح تعشى معنا، عادي روح تعشى معنا. قبح القول هتقول له روح روح العشاء العشاء تصرت معنا شي حاجة. نتيح للكلام يعني غير في المصطلحات، حتى مع الوالدين ولا مع الناس ولا مع كذا ولا يعني واحد حتى الإنسان تنصحه شحال واحد يلقى شي واحد طارق الصلاة وطارق الصلاة، وكاين حسن القول كاين سيء القول وكاين القول العادي. القول العادي تقول له الله يجازك بخير خصك تصلي صاحبي خصك تصلي، ايوا الصلاة راه واجبة، ها هو القول العادي. ولكن حسن القول شنو تقول له؟ انت مولا خير وانت وجهك نتاع النور وفيه النور والله عز وجل راه يبغى لك الخير، زعما علاش ما تجيش للمسجد ونتشافون ونمشيو نصليو وفين غادي نصليو؟ ولا ما تقولوش كاع الصلاه، تقول له فين غادي نتلاقاو نمشيو نصليو، يقول لك ما نصليش. او لا انت راجل مزيان وراجل كذا، هو حسن القول. ايوا سيء القول دخلت عليه تقول له وهاد الكماره ديالك وهاد العظام ديالك نتاع جهنم وانت قداش قد الحلف وما تصليش، وهذا حسن القول ولا سيء القول؟ ما غاديش يسمع لك، يدبز معك يتخاصم معك. إذن كذلك العبادة، العبادة أو أنت الصلاة كتصلي بخشوع ركوع سجود اطمئنان الاعتدال في وقت الصلاة وما تأذي حد، هو داخل توضيت في الدار وجاي وداير راسك تمشى في الأرض وتلقى شي واحد السلام عليكم، ما تشوفش الإنسان ما تشوفش كذا، وجاي للمسجد وداخل قدمت رجليك اليمنى ودخلت وقدم ومشيت للصف الأول ودرت الركعات وجلست ما تكلم مع حد ما كذا وصليت صلاتك وخرجت، هذه حسن العبادة، هذه حسن العبادة. واحد توضى في الدار وخارج يشوف هو موضي وجه يشوف يفوت على شي واحد ما يقولوش السلام عليكم، هو يعرفه ما يقولوش السلام عليكم، عنده شي حاجة معاه. يدخل الجامع ما قدم له رجلي اليمنى غير دخل باليسرى، خلط على شي واحد ربما فرق بين الاثنين وجلس ولا تخطى الرقاب، يجلس في الجامع ويتكلم مع شي واحد ولا جلس بلا تحية المسجد وصلى واحد الصلاة يشوفها كذا يمنى، وهذه ماشي حسن العبادة. إذن حتى العبادة فيها الحسن، حسن العبادة كل حاجة فيها الحسن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كي يقول لمعاذ قل هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إن كاين حسن وأحسن وحسن، وبالوالدين حسنا وإحسانا، أي وقولوا للناس حسنا، وبالوالدين وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. شنو الوالدين إحسانا؟ الوالدين يقول السلام عليكم كيف حالك أبي ياك ما تأذيش، هذا البرور تجلس معه وكذا برور، ولكن الإحسان فوق ذلك،
تقبل له يديه وتقدم له النعيل يلبسهم وتصب عليه الماء وتقرب له الماكلة وتعطيه أحسن ما يحب. هذا هو اسمه الإحسان، أو بالوالدين إحسانا. وهكذا كذلك في العبادات. إذن نعم، إذن الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته، بجوارحه، بقلبه، بلسانه، بكل ما هو فيه، دائما يعبد الله سبحانه وتعالى. راه العين كيعبد الله، راه اللسان كيعبد الله، راه الأذنان يعبد الله، راه العقل يعبد الله،